قوتي على افتتاح دورة 2017 لأكبر موسم على الصعيد الوطني، وهو موسم الوادي الصالح مولاي عبد الله أنغار، والتي تستمر من اليوم وإلى غاية 12 الحادي. مبروك علينا هذه البداية. المطالب ديالنا اللي كنطالبوا بها وهي حق ديالنا مشروع، حق هو التشغيل، لان عندنا بروجيات بنين ما كنطالبوش باش يتبناو لينا، ما كنطالبوش بكليه ولا كنطالبوا، عندنا مشاريع، عندنا اكبر مركب فوق الكره الارضيه ما كاينش عند الميريكان وعندنا حنايا، خاصنا نستافدوا منه كابناء المنطقه، ماشي نستافدوا غير التلوث، خاصنا نستافدوا منه في التشغيل والعيش الكريم ديالنا، حتى حنا باش الا وقفنا حتى حنا على المؤسسات ديال الابناك وبغينا ناخذ واحد الكريدي باش نستقر به حتى انا، راه باش لقيت انا باش عندي باش ناخذ، عندي اكبر مولد للطاقه الكهربائيه ما كنستافدش منه لا في الضوء، كنستافدوا غير في التلوث، وهادشي راه كيدور الخاطر، يعني حنا صبرنا ما فيه الكفايه، راسلنا جميع الجهات، لا منهم الرئيس ديال جماعه مولاي عبد الله، ولا الرئيس ديال العامل اللي كان قبل من هاد ساعه العامل هذا اللي كاين دابا معاد الجامعي، ناحيه اللي من تنادي. اللي خصكم تعرفوا بان 350 الف ديال الناس اللي كتسكن في الموسم، وماشي كتسكن في واحد الظروف اللي كتسكن في واحد الظروف ديال مدينه كتنوض مدينه غير بالخيام اللي كتكون مقطع مديره على شكل مقاطعات، كل مقاطعه فيها عون الخليفه وبالدراك وبالقوات المساعده ديال حفظ الامن، سكي في هذه مدينه اللي كتدار في واحد المده ديال واحد 15 يوم، واللي كندير واحد المجهود ديالنا باش انه يجيو السكان ديالنا يلقاوها في احسن حله، لا من ناحيه النظافه ولا من ناحيه الاناره العموميه ولا من ناحيه السهرات اللي غيكونوا ان شاء الله في المستوى. والاضافات الجداد اللي قلت، الاضافات الجداد بالنسبه لهذه البرمجه ديال هذه السنه هذه، راه كما قلت لك تكلمت لك على الاناره العموميه اللي هي قويه والحمد لله واللي الناس بزاف استحسنوها، كنتكلم على حتى من ناحيه التنظيم ديال لاسين ولا من ناحيه التنظيم ديال 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 الفضاء ككل، حنا خلينا واحد اتساع، انا قبل كانوا الناس كيجيو يبنيو على الطريق، هذا العام خلينا واحد 15 متر ديال 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 الركول على الاقل باش تلقى الناس فين تمشي وفين تجي. الحمد لله كما كنت كندور وكنسمع الناس الخيال اللي شحال من عام وعام هما كيجيو كانوا كيقولوا بان فعلا هاد الحوايج اللي كنا كننتظروهم الحمد لله هما بداو كيبانوا في ارض الواقع. ربما بحكم انني كنت انا بوردي ثاني ملي كنت صغير كنت كنركب في التبوري وانا عندي 7 سنين كنت اصغر فارس، الحمد لله دابا تقلدنا المهمه، كيف كاع دوك الحويجات اللي كانوا كيبانوا لي قبل شويه ماشي هما هذوك، كنحاولوا نحسنهم سنه بعد سنه. السنه اللي فاتت الحمد لله لقى الموسم واحد النجاح ولقى واحد الاقبال الحمد لله كبير، هاد السنه هادي غنظن ان غادي يكون احسن من السنه اللي فاتت، وحنا غادي بشويه بشويه تنرجعوا هذا الموسم ان شاء الله من المواسم، ما نقولش الوطني لانه هو اول موسم وطني، ولكن من المواسم الدوليه ان شاء الله.